المصري اليوم صفحة أولى: يوم الاحتجاجات سائقو النقل والمعلمون يواصلون إضرابهم ورصيف مجلس الوزراء يستقبل 3 مظاهرات. ده تابع طبعا للخبر اللي فات. موضوع السائقو للنقل العام مخلص. هو الحقيقة الأخطر الأهم في المسألة هو يوم الاحتجاجات. يعني أنا عندي يوم احتجاجات، أن أنا من يديرون شؤون البلاد سواء كان مجلس عسكري أو الوزارة أو الحكومة، يعني هو بيتعامل بنفس الأسلوب القديم. هو تخيل أننا يجب أن نحكم هذا الشعب بسطوة أمنية، هو تخيل أن احنا نحكمه بمراسيم ملهاش علاقة. الحقيقة أن الحكم أن تعدل، الحكم أن تلبي مطالب الناس، أنت جئت لتدير مصالح هذه البلاد. فاللي بيحصل دلوقتي أنه بدل من أن يدير المصالح هو بيتعامل أمنيا بنفس الطريقة القديمة، ما بيدركش ده. يعني رجع فعل قانون الطوارئ رغم أن من صنع الإعلان الدستوري خرج يقول أن القانون الطوارئ لا يجوز تمديده. ولكن الآراء بتقول بعض الأحيان أن قانون الطوارئ ده مش هيقعد كتير، وأن هو مفعل فقط للناس المجرمين اللي بيطلعوا برشاشات البرشاشات يعني على الناس وبيهدد أمن الناس في الشوارع وفي بيوتها وفي كل حتة. الحقيقة اللي بيطلع برشاشات ده كان ممكن يتعامل معاه أمنيا من القوانين القائمة أصلا. ده جزء. الجزء الثاني أن من صنع الإعلان الدستوري بس اللي هو لما يزيدوا بالشكل ده، لما يزيدوا بالشكل اللي ده هو في ايه؟ كل حته في جمهوريه مصر العربيه، البلطجيه والبتاع، يعني ما بقولكش البلطجي اللي هو ثورجي هو بيقول عليه بلطجي، لا، الثورجي او بتاع الثوره ده مفهوم هو ايه وازاي، انما البلطجي بمعنى بلطجي ما طب يعني. انا عندي سؤال صغير. اول امبارح استشهد ضابط شرطه على يد احد المتهمين. تمام. امبارح اتقبض على اللي قتل ضابط الشرطه رغم انه عظيم يهرب. عظيم. ده معناه ايه؟ انه بيقدر يجيب الشخص اللي بقى له هو 9 شهور بيعمل حاجه بيعمل وحشه. ايه؟ بقى له 9 شهور بيعمل ايه؟ يعني ده حاجه بسيطه، ده شيء يعني تمام. ابسط الاشياء، وانا نحن نعلم جميعا وبشهادات امنيه انه عنده قوائم كامله. المهم الاحتجاجات هي رساله تمام. بتقول انه لن احد يفرض على الناس عارف دي حضرتك يا الا استاذ خالد، حقوقها. عارف يا استاذ خالد، انا لما بقعد اتفرج على الناس اللي بيطالبوا بالنقل العام ان هم اجرهم قليل، والمعلم ان هو اجره قليل، والاطباء اللي اجرهم قليل، وطبعا التثبيت كل الكلام ده، بحس ان هو فعلا الناس دي عندها حق قوي. بس السؤال هنا، هل فعلا موازنه الدوله تنفع انك انت توزع الفلوس على الناس دي كلها؟ طبعا دول 3 بس اللي انا قلتهم، ماشي، يعني انا فاهم. تعالى الاعلام والصحافه يعني والشرطه يعني كل واحد فعلا احنا بقالنا الشرطة 30 خدت سنه بالنسبة بابن بابن يعني بياخدوا يعني اجور صغيره جدا. معاك و100%، بس السؤال اللي احنا عايزين نساله، ويا ريت حد يجاوبنا بقى من الوزاره، حد من لا، هو في إجابة الموازنه، كمان. هل في فلوس تكفي الناس دي اللي عماله تطالب؟ لا، في حاجة تانية مهمة أوي. اتفضل. في مطلب اسمه عدل. في مستشارين ما زالوا قائمين بيحصلوا على ملايين. عارف لما يبقى مستشار بياخد ما زال لحد دلوقتي في الناس دي، هو طبعا في وزارة المستشارين دول موجودين في كل القطاعات وبالالاف وبيحصلوا على ملايين، وما زال هناك من يحصل على 250 الف مرتب. طيب لما انت بتقول ان ما عندكش فلوس، طب ما بتعملش حد اقصى الاجور ليه؟ انا نزلت الصعيد الاسبوع اللي فات لاكتشف ان قريه كامله محرومه من الميه بسبب 600 الف جنيه عشان يجددوا الشبكات اللي فيه. نعم. طيب 600 ألف جنيه ده نص مرتب. عظيم. فهي الفكرة في كده، أنت بتقول ما عنديش فلوس، طب بتدي الناس ملايين ليه؟ تمام، خلاص وضح الموضوع، أنه في ناس في كتيرة في نفس القطاع بياخدوا ملايين، وناس بتاخد بالظبط 100 جنيه بالزبط. أو 50 جنيه في الشهر. طيب المصري اليوم صفحة أولى: حزب الإخوان يهاجم العسكري، مصر تتعرض لمخاطر بسبب استمرار المجلس في السلطة. بص، انا تقدير ان في نص ونص في الخبر ده. الخبر الاولاني اللي بردك الاخوان هاجموا العسكري ايام الاضرابات ايام المعلمين وهددوا باضراب ضخم جدا، وفجاه انسحبوا مجرد ما خدوا مصالحهم. ده النص الاولاني، ان هو تهديد من اجل مصلحه قريبه جدا، وهي اللي هو الضغط من اجل اقرار القانون الانتخابي. الحقيقه بقى الجزء الثاني هو الحق الذي يراد به المصالح، مش ضروري باطل المره دي، اللي هو الحقيقه ان الاداره المجلس العسكري طوال الفتره اللي فاتت هي تتعرض لازمات كبيره نتيجه ربما انهم لم يتعاملوا مع اداره بلاد بالطريقه دي. هم بيتعاملوا مع جيوش، هم بيتعاملوا مع اوامر، انما ما بيتعامل مع شعب وفي حاله مختلفه تمام. جدا. وده واحد من ضمن الاسباب من اللي هو من اول ما المجلس فالمهم العسكري مسك الدوله وهو عمال يقول يا جماعه انا عايز اسلم. ما هو بيتعطل في التسليم. الحقيقة هو استعان بمستشارين خدعوه، لما بقى 9 شهور كان ممكن يتعمل
ثلاث دساتير ولا ما اتعملش دساتير، بعد كده انتخابات عماله تؤجل، بعد كده يعني وفي مطالب واضحه، القوى السياسيه كلها اجتمعت وقعدت وقالت له عايزين انتخابات بالقائمه النسبيه. نعم. لماذا؟ وبعدين يطلع حد يقول لك لا اصل مش دستوريه، مع انها بتطبق في العديد من دول العالم. ما هي الخبر اللي بعد كده بيقول ورد على حضرتك بتقوله الاخبار صفحه اولى، التعديلات النهائيه لقوانين الانتخابات والدوائر بعد غد. التعديلات النهائيه لم تستجب لل يعني حسب الاخبار حتى اللي هي بتقول في ما زال هناك اصرار على الربط بين القايمه والفردي. الاخبار بتتكلم على فكره ان هو بس هيعمل ايه، بدل 50 و50 هيعمل 70 للقايمه و30 للفردي. ده كل القوى السياسيه رافضه ده اصلا. انا نفسي يعني يجي هنا فقره ان شاء الله، وطبعا الاساتذه المعدين يعني ما بيبخلوش بان احنا نفهم حاجات، نفسي ان احنا نوضح موضوع الانتخابات اللي جاي ده لكثير من مشاهدي نهارك سعيده ومشاهدي في مصر كلها، انه ايه يعني ايه قائمه نسبيه، وايه يعني ايه قائمه، يعني قوانين الانتخابات واللي داخلين عليه عايزين نفهمه اكتر واكتر، وخصوصا كمان عايزين نفهم الاحزاب ايه اللي هم بيفكروا فيه، ايه هو جدولهم، ايه هو يعني ايه الفرق ما بين الحزب ده والحزب ده. هي حقيقه عندك في حاجات كتير قوي احنا مش فاهمينها. عدد ضخم من الاحزاب انما هناك اجماع على طريقه الانتخاب بين هذه الاحزاب. الاجماع ان انا عايز قائمه نسبيه، تمام، كل الناس بتشارك بالقائمه لان القوانين راهنك انك انت لو اي دخلت على اي قريه او اي حاجه تقول له يعني ايه كلمه نسبيه مش هيفهم. مش هيفهم، مش هيفهم. بس هي الفكره ان القوائم سببها، وعلى فكره انا كمان مش فاهم، نفسي افهم يعني يعني عارف، عشان كده بقول نفسنا نفهم اكتر، نفتح الموضوع ده اللي داخلين عليه نفهمه اكتر لان احنا مش متعودين عليه. عشان ده الدخول في تفاصيل كبيره، بس هي ميزه القوائم ان انت تنتخب برنامج، تنتخب حزب. الانتخابات بالفردي انت بتنتخب شخص يؤثر عليك بالفلوس، بالعصبيه، وده اللي احنا مش عايزينه. انت بتطور حاله الحس السياسي من خلال القوائم. عموما هنستنى لغايه بعد غد ونعرف ونفهم اكتر واكتر. الاخبار صفحه 3، وده طبعا الشغل الشاغل للكرة الأرضية وكل بلاد العالم. الفلسطينيون يقدمون اليوم طلب العضوية الكاملة لدولتهم في الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن دي واحدة من أهم الخطوات اللي يعني في القضية الفلسطينية اللي حصلت السنة دي. ونتيجة ده هناك ضغوط شديدة أمريكية لمنع الخطوة دي. الضغوط وصلت من الأول أنها هنمنع التمويل عن المعونات اللي بنديها للدولة الفلسطينية، وانتهت لهنمنع الفلوس اللي بندعم بها الامم المتحده. كمان يعني يعني هتسيبوا الموضوع. يعني الفكره بقى انا اللي بيشغلني بشكل مستمر، من يناقش هل الخطوه جد كويسه ولا مش كويسه؟ هذا الرفض الشديد من قبل اسرائيل ومن قبل امريكا كافي ليقول لك انها خطوه مهمه جدا. لاول مره هيبقى في دوله معترف بها وبحدود 67. يعني اصل انت الحدود، احنا لغايه دلوقتي هم ما قعدوش اتفقوا على حدود جديده. فهو دلوقتي القرارات الامميه الاخيره انتهت لغايه قرارات 67. انا مش فاهم الرئيس يعني، وليه كل الاحترام طبعا الرئيس الامريكي اوباما، هو ما بيقعدش مع نفسه كده ويفكر يعني، او ما بيشوفش المشاهد اللي قالها ايام الانتخابات بتاعته انه دوله فلسطين ولازم دوله فلسطين؟ يعني هو رجل، هو يعني الانسان مش المفروض ان هو ممكن يراجع نفسه كده يشوف هو بيعمل ايه وعايش ازاي، ولا هو في حد يعني هو دايما يقول له لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا غصب عنك؟ لا هو راجل دخل ببرنامج طموح جدا، وراجل يعني كل الناس تفائلت خيرا الديمقراطيين دايما بيعملوا حاجه مختلفه. سواء على مستوى الاقتصاد، فالاقتصاد انضرب ضربه شديده ومريعه. سواء على مستوى الاصلاحات الاجتماعيه الداخليه فلم تتحقق، وفي ازمه فقر ضخمه، وانت شايف اللي بيحصل في امريكا دلوقتي. تمام. سواء على المستوى الباقي الجزء الاخراني، لو خسر اللي هو اللوبي الصهيوني او خسر الضغوط الاسرائيليه، فربما يبقى خسر كل شيء في الانتخابات الجايه. فاعتقد ان هو بيتعلق بالقشه الاخيره لبقائه. استاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريده البديل الالكتروني، شكرا جزيلا لحضرتك، بستمتع وانا بتناقش معاك في فقره الصحافه. نورتنا يا فندم. شكرا. سمعت عن كوكب اورانوس؟ لا. اللي هيخش على الكره الارضيه ويعمل زلزال رهيب؟ لا بس ده مش هيحوش ان شاء الله. ربنا يستر. والقمر الصناعي اللي هيقع على الارض؟ هيقع النهارده بس. ربنا يستر. هينزل على مين؟ بتوع ناس قالوا انه في حته فيها سكان كتير. ربنا يستر. دي الفقره الجايه على فكره، موضوع اورانوس وموضوع الكوكب او القمر الصناعي اللي موجود حوالينا هينزل فين يا ترى؟ هنعرف الفقره الجايه. نهاركم سعيد.